زمالك هيلعب فيوتشر هيكسب. اما نتكلم بقى الاهلي زمالك عنده فيوتشر السبت والاهلي عنده الاتحاد هيكسب فيوتشر. الزمالك افضل دلوقتي افضل من فيوتشر بقى له فتره دروك فيوتشر متعادل مع الاهلي الماتش اللي فات ما عداش نص الملعب بس برضه الفار برضه والزوايا كان لها دور يا دي الفار واحنا بنتكلم فنيا دلوقتي هدف برضه يعني هدف مين هدف فيوتشر وده هدف وده هدف فيوتشر كان ليه جول احمد عاطف وكان ياسر ابراهيم ليه جول هو برضه بيقول ان احمد عاطف جول وجهه نظر نحترمها نحترمها برضه بس احنا بنتكلم فنيا لا فنيا الزمالك افضل دلوقتي الزمالك افضل مش عشان كسب المقاولين سته من قبل ماتش المقاولين في ماتشين كان في فاركو وفي المحله لا في اللعيبه باين عليها انت كنت سامع امير فعلا في لا مركزيه في اللعيبه كلها بتتحرك كويس بدون كوره ودي مهمه طول عمر الزمالك كان الفتره اللي وحش فيها بيباصوا يقفوا فمش لاقيين بعض دلوقتي لا في يعني دونجا هو بقى له ماتش او ماتش ما بيلعبش رؤى شغاله شويه كويس مش عارف مين جنبه احمد سيد زيزو بقى يلعب احمد فتوح رجع لمستواه ورجع وبعدين بيلعبوا ضد عبد الغني كان كويس ليفت بيدخله نص الملعب ده في كوره كله ضم في نص الملعب كده الراجل ده بيلعب بطريقه كويسه قوي هيكسب فيوتشر بس انت دلوقتي الراجل الناس بتقول ان ما لعبش فرقه جامده صح مش جامده يعني فرقه منظمه الفرقه المنظمه هتتعب الزمالك يعني هو ممكن يكسب فيوتشر بس الاهلي لا الاهلي مفاتيح لعبه كتيره فالطريقه اللي بيلعب بيها قصير دي سلاح ذو حدين يعني الاهلي ممكن يحرز اهداف كتيره او يعني تعدل 2-3 بالطريقه دي لان هجوم الاهلي بيلعب من كل حته وفي نفس الوضع الزمالك بيلعب بحوالي كثافه برضه عدديه هجوميه كبيره جدا كتيره بس الميزه في الاهلي ان ديفنسه بقاله داخل على 7-8-9 ماتشات دخل جون او اتنين ديفنس الاهلي متماسك متماسكين ليه؟ اللي خلاهم متماسكين يا استاذ محمد الثلاثه اللي قدامهم الديفندرات قوتهم يعني 210 ماتشات كمان بالظبط ديانج ومروان ومعاهم شايف قفشه مش وحش الماتش اللي فات ودفاعيا اكتر وده هيفيد الفرقه يعني هو بقى دفاعيا اكتر منه عشان كده احنا مش شايفين قفشه بتاعت السروهات اللي هو انه بيدافع شويه حلوين ولكن اللي مقوي ديفنس الاهلي وهيخليه نص الملعب بص ماتشات الاهلي الاسماعيلي اخر ماتش 1-0 0-0 فيوتشر 3-0 ادي ثالث ماتش مفيش اهداف اللي هو البنك الاهلي 1-0 السويس ادي كام ماتش كده ادي 1-2-3-4 الخامس كان حرس الحدود 3-0 السادس كان الوداد الفاينل 1-1 ده مكان في افريقيا يعني هو الدوري المصري هنا لا بقى الاهلي بقى الجيش 2-0 قبليه امبي 2-0 بيراميدز 1-0 هو بقى له 8-9 ماتشات في الدوري ما دخلش في جوان سموحه 2-0 فاركو 3-0 ده الاهلي كتير ما دخلش في جوان في الدوري ما انا بقول لك بقى له غزل المحله 3-0 لا ده الهلال ماتشات كتير بصراحه داخلين المقاولين من بص الاهلي ما دخلش فيه جول من ماتش المقاولين 2-1 يوم 7 مايو ولا ده ايه؟ ده السنه اللي فاتت 7 مارس تخيل اربع شهور داخلين ما انا بقول لك ده اللي مميز كولر مميز ديفنس بس اللي مميز الديفنس دوت فوقان عبد المنعم دي نمره 1 نمره 2-3 بتوع نص الملعب طيب الماتش الاهلي والاتحاد السكندري طبعا يعني بلا شك انه النادي الاهلي ايا كان كولر ولا ايا كان اللعيبه حد هيتكلم يقول لك لا احنا مركزين يعني قافلين ماتش الزمالك دلوقتي مركزين في ماتش كولر فاعتقد انه بالعكس ده هو النهارده هي بروفه ماتش الاسكندريه هيتعامل كانها بروفه ختاميه لماتش الزمالك ولازم خلي بالك برضك الاهلي او يعني الماتش مش سهل على الاهلي لا ما انا بقول لك لا وخلي بالك الاهلي فيه اكتر من دافع يا استاذ محمد يعني الدافع كتير انت النهارده لما تحقق الفوز على الاتحاد فانت خلاص فاضل لك نقطتين ولما تحسم الدوري من خمس ماتشات لما تحسم الدوري قدام الزمالك لا دي معلش دي بطوله تانيه يعني دي بطوله تانيه عكس برضك الزمالك على الناحيه التانيه بيفكر ان هو يعني استحاله اللعيبه هتقول ان انا يعني اهدي الكاس للاهلي او الدرع للاهلي فهيبقى في مباراه حتى التوتر بدا بتاعها من امبارح الزمالك تدخل على الخط ولكن عاوز حكام اجانب مظبوط الزمالك هو في دلوقتي ميزه اللي هو المرونه التكتيكيه اللي الراجل اوجدها في الفريق وفي اكتر من لعيب ممكن نغير مركزه في لعيبه بدات تفوق تاني الاهلي يعني قد تختلفوا معايا لكن انا حاسس انه يعني في بدا اللعيبه يعني حتى لو تفوز يبقى في اجهاد يبقى ذهني مش يعني الاهلي كابتن عنده اجهاد ذهني يعني في يعني في المخ اشاراته والنعمه مش ماشيه على الرجل من التعب
في بكلمك احيانا مش بدني بيجروا بس ذهني. احيانا بيحصل حاله توهان في بعض الفترات للنادي للعبت النادي الاهلي. فانا العكس يعني في الوقت اللي هو الزمالك بيطلع دلوقتي وبيفوق النادي الاهلي طبعا زي ما انت قلت ان من شهر مارس ما فيش البطولات الافريقيه في الاخر 20 ماتش كابتن الاهلي جاي يعني يتراجع بتوع الرجاء الوداد في افريقيا مش في الدوري يعني 2-1 و1-1 لا حتى قبلها الترجي ما فيش الرجاء ما فيش الراجل من ساعه ما مشي الهلال القطن من بص من سان داونز للوداد فقط اعتقد ان هو طب خلينا قبل ما نختم فيوتشر ماتش انت بتتوقع مين يكسب الاول الزمالك والاتحاد الاهلي والزمالك هيعتبر الزمالك البروفت الاهلي والزمالك دول الفريقين هيعملوا يعني اقصى ما لديهم لتحقيق الفوز هيكون دافع كبير نتيجة. فوز الاهلي والزمالك كابتن الجليل الاهلي 3 ماتش مصر والمغرب في منتخب اولمبي هي الطبيعي المغرب هيكسب 1 أو 2 انت قلت خد بالك هنوصل بس مش هنكسب انما اللي مش بالطبيعي اللي انت قلت عليه ان ممكن يعملوها الرجاله بس انا قلت لك هيكسبوا خد بالك انت قلت هيعملوها ما تنساش لما بنساش ما بنساش انا بقيت اضربك في التوقعات دلوقتي لا انت عديت بس خد التوقع ده الاهلي والاتحاد 3-0 للاهلي والزمالك وفيوتشر 2-0 للزمالك ومنتخب مصر والمغرب للاسف 2-0 للمغرب 2-0 للمغرب بليغ مصر انا مصر والمغرب انا بقول مبروك للمنتخب وهقولها حتى لو التأهل اي كان مبروك والحق لا احنا نتوقع احنا خلاص حققنا الهدف ايا كان صراحه احنا حققنا هدفنا ايا كانت نتيجه المباراه فانا بقول مبروك للمنتخب لا انا قلت هو التارجت انك تروح الاولمبياد يعني لانه المهم مش الماتش ده المهم اللي جاي الاعداد يا استاذ محمد للاولمبياد مظبوط لكن توقع كنتيجه اتوقع النتيجه طبعا المباراه صعبه يعني هي على في المغرب لكن النتائج اللي هم اللعبوا المنتخب في بعض المباريات تجعله انه هيكون ند قوي للفريق المغربي منتخب المغرب وممكن يفوز وارد يعني يفوز لا اتمنى خلاص انا اتمنى الفوز مش هقول مش هقول اتوقع هقول لك اتمنى لا ما هو انا لما اقول ان المغرب هتكسب 2 مش معناها ان انا مغربي ومش كاس مصر في ايه هو بيسالك توقع هتقول انت هتتكسف لا مش هتكسب امال يفوز المنتخب الفوز مصر هتكسب يعني طب ما تقول مصر وانا متوقع يا 1-0 2-1 لينا ماشي اتمنى ان شاء الله كابتن عبد الجليل شرفتنا ونورتنا نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله استاذ بليغ ابو عايد شرفتنا انا بس عاوز قبل ما اوصل انا بشكرك يا استاذ محمد بصراحه يعني لسعه صدرك والنقاش وان انت يعني بالعكس انت بتدينا لا والله بجد يعني انت بتدينا يعني في نقاش وحضرتك يعني يعني بشكر حضرتك ويعني الاعلام كده يعني ان هو فعلا تقبل كل وجهات نظر اشكرك يا استاذ بليغ احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده احنا الجمعه والسبت زي ما احنا عارفين اجازه هتستمتعوا السبت بثلاث مباريات الساعه 7 الاهلي واتحاد سكندري الساعه 9 لان مباراه الزمالك اتقدمت نص ساعه عشان نعرف نشوف مباراه المنتخب الساعه 9 الزمالك وفيوتشر والمنتخب المصري مع المغرب النهائي بطوله افريقيا تحت 23 سنه الساعه 11 ثم نلتقي احنا ان شاء الله اذا كان لنا عمر مشيئه الله في تمام الساعه 11 مساء يوم الاحد المقبل مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس الى اللقاء